وينضم معنا مراسلنا محمد فراس من داخل البرلمان. مرحبا بك محمد. محمد، اليوم هو إجراء القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي. إلى ماذا تشير الأجواء عندك حول هذا الموضوع؟ نعم، عقدت الجلسة بعد تأخير لـ3 ساعات، جلسة يحمل جدول أعمالها في طياته التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي. أيضا هنالك ما قد قرره مجلس النواب من تمديد الفصل التشريعي إلى حين إقرار الموازنة، أي أن الفصل ينتهي بعد إقرار الموازنة الاتحادية، وإن طال التصويت على هذه الموازنة فإن الفصل التشريعي سيمتد مع مرحلة التصويت. نعم، قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي اليوم في جدول الأعمال كقراءة ثانية. هذا القانون الذي سبق وان اعترض عليه النواب المستقلون والجماهير العراقية، وايضا الاعتراض مستمر من الطرفين، لان في القانون موادا تعتبر فضفاضة بحسب الوصف، وهي من الممكن ان تؤول الى ما لا يتماشى مع حريات المواطن ومع الديمقراطية التي ينص عليها الدستور العراقي في التظاهر والتعبير عن الرأي. في هذا القانون تقنين لحرية التعبير كما وصف وكما هي في بنوده وما موجود داخل هذا القانون. سيقرأ قراءة ثانية اليوم، وبعد هذه القراءة ستكون هنالك ملاحظات. الاعتراض، تحدث عن الاعتراض رغم أهميته بحسب الوصف، لكنه قد لا يشكل الثقل الذي من الممكن أن يعرقل سير القراءة الثانية والتصويت، لأن غالبية نواب تحالف إدارة الدولة مؤيدون لهذا القانون ويريدون تمريره. بحسب وصفهم هو قانون ينظم العملية الاحتجاجية، لكن المعترضون يؤكدون على أنه تقنين لحرية التعبير، وهو وبما فيه من مواد قانونية يمرر عمليات الاحتجاج في إجراءات روتينية، وهي لا تمت لي التظاهر السلمي بأي صلة. مثلا إذا أراد التظاهر أي مجموعة تظاهر يجب أن تكون هنالك موافقة لرئيس الوحدة الإدارية، والتظاهر بطبيعة الحال يجب أن يكون مذكور وعلى ماذا يريد أن يتظاهر المواطن المعترض على الخدمات. بالتالي هذه الإجراءات قد تعرقل من التظاهر، من أي مجموعة تريد أن تتظاهر وتعبر عن رأيها. بالتالي الاعتراض على هذا الأساس والاعتراض على هذه البنود. طيب محمد، واليوم في قراءة ثانية الاعتراض بعد أن القانون. قراءة نعم. وقد تكون هنالك محمد، يعني أفهم من كلامك الاعتراض بالنسبة على القانون والمخاوف المعينة بالنسبة إلى المستقلون خصوصا، ما هو كان الاعتراض بالضبط؟ حول أي فقرة؟ الاعتراض كما ذكرت على عديد من بنود هذا القانون، وأهم هذه البنود هي استحصال الموافقات قبل التظاهر. يعني التظاهر بطبيعة الحال هو يكون اعتراضا على مجموعة من الإجراءات الحكومية، أو قد تكون هنالك نقص في خدمة معينة، أو قد يكون هنالك قانون يتعارض أو يحتاجه الشارع المواطن العراقي، أو أي موضوع آخر هو يعني بالتضاد مع عمل الحكومة العراقية. يجب أن تقوم الجهة المتظاهرة بأخذ الموافقة من رئيس الوحدة الإدارية، من رئيس الحكومة المحلية في المحافظة، من أي جهة تعتبر لها اتصال مع الحكومة العراقية بشكل مباشر وتعتبر أعلى وحدة إدارية، يجب أن توافق على هذه المظاهرة. ما يعني أن المتظاهرون يجب أن يقدموا لائحة بما هي تظاهراتهم وإلى ماذا يريدون وما هي أساسات التظاهرة. وبالتالي كل هذه النقاط قد تعرقل كما ذكرت من سير التظاهر السلمي، ويؤثر أيضا على حرية التعبير عن الرأي، حرية التظاهر السلمي، حتى ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيكون مقنن ومراقب، ويكون من ينشر المنشور إن كان امتعاضا أو نقدا معرض للمساءلة القانونية، وهو بحسب الوصف متعارض مع حرية التعبير ومتعارض مع النصوص التي أكد عليها الدستور بالحرية والديمقراطية التي يجب أن يتمتع بها المواطن العراقي. طيب محمد، يعني هل فعلا اليوم سوف يتم التصويت على الموازنة في منتصف الشهر المقبل بتمديد هي الفصل التشريعي؟ نعم، الدلائل تشير إلى شيء. طلب نواب اللجنة
مالية، شيء آخر تأكيد نواب تحالف إدارة الدولة أيضا هو شيء آخر. نتحدث عن المؤشرات والمعطيات التي تشير إلى أن الموازنة تحتاج إلى وقت أطول للاستضافات. هنالك الكثير من المؤسسات الحكومية بحسب وصف نواب اللجنة المالية تحتاج اللجنة المالية لاستضافتهم، لضغط الموازنة، لبحث موازناتهم، لبحث احتياجاتهم أيضا من الموازنة، وهل هي تتطابق فعلا مع ما أرسل من الحكومة العراقية، وما مديات وما هي إمكانية ضغط الموازنة وضغط الأموال الموجودة. المؤشرات مطالب اللجنة المالية هي أن تكون هنالك مدة ما لا يقل عن 20 يوم لإرسال التقرير النهائي، واليوم يعني مطالبين هم بإرسال التقرير النهائي اليوم مساء اليوم أو يوم غد بحسب وصف النواب عن اللجنة المالية، وهو وقت يعني قليل جدا. وهذا الوقت القليل يضغط عمل اللجنة المالية، واللجنة المالية بحسب وصفها تحتاج إلى وقت أكثر ما لا يقل عن 20 يوما. أما تحالف إدارة الدولة فهو يؤكد على وجوب إرسال التقرير النهائي في اليوم العاشر، وأن تنتهي اللجنة المالية ومن عملها، وأن يكون هنالك تصويت في 15 من الشهر الحالي. هذه المؤشرات وما يريده اللجنة، ما تريده اللجنة المالية وما تؤكد عليه تحالف إدارة الدولة، لكن تمديد الفصل التشريعي لربما قد يدل على أن الموازنة قد تأخذ وقتا أكثر من منتصف الشهر الحالي، خصوصا أن اللجنة المالية تؤكد مرارا أنها لن تنتهي من كامل استضافاتها، وهي تؤكد في الوقت ذاته على أنها بحاجة إلى استضافات أكثر، بحاجة إلى وقت مرن أطول في محاولة لاستيعاب هذه الموازنة، وفي محاولة لضغط النفقات بقدر المستطاع. أيضا هنالك اعتراضات على هذه الموازنة والتخصيصات من قبل نواب المحافظات وما خصص لها. اليوم نواب محافظة البصرة قد أعلنوا موقفهم من الموازنة، والتي من خلال ما خصص للمحافظة هو مبلغ قليل جدا. نعم. وفي حال لم تتوجه الموازنة ولم تتوجه مجلس النواب بالمناقلة ضمن صلاحياته ورفع القيمة المالية لمحافظة البصرة، فإن نواب محافظة البصرة بأكملهم لم يصوتوا على هذه الموازنة. نعم. كذلك عدد من نواب باقي المحافظات العراقية، سيما أن الموازنة قد رصدت مبلغا بحسب وصفهم قليل جدا للمحافظات. نعم، من داخل البرلمان مراسلنا محمد فراس، شكرا جزيلا لك.